السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي، أهلا وسهلا. يا ريت اللي هيعجبه الفيديو يفعل زر الجرس ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلوا كل جديد بإذن الله. النهاردة الفيديو اللي أنا هعمله يختلف عن الفيديوهات اللي كانت قبل كده. الفيديوهات اللي كانت قبل كده كانت 20 ثانية و30 ثانية ودقيقة، لا الفيديو ده تقريبا هيستمر من 5 إلى 6 دقايق. الفيديو ده عنوانه آداب الزيارة، الاداب العامه اللي هي في الزياره. ان احنا هيجي واحد يقول لي طب هو احنا مش عارفين اداب الزياره ايه؟ لا، بقول لك انت عارف كل حاجه، ولكن انا بقول ان في بعض حاجات لازم اثناء الزياره احنا ناخد بالنا منها. اول حاجه لازم اخطر الطرف الاخر بميعاد الزياره، بمعنى ان انا اقول له ان انا جاي لك يوم الخميس مثلا بعد صلاه العصر. هيجي يقول لي مثلا اتفضل اهلا وسهلا، او والله ده انا عنده ظروف طب خليها بعد صلاه العشاء. يعني المهم ان انا يبقى في ميعاد مسبق، ده بالنسبه لو انا هختاره. طب ما فيش، ممكن بالموبايل، الو يا استاذ فلان انت موجود حضرتك، انا عايز اجي اقابل حضرتك. يقول لك طب تعالى لي مثلا يوم الاحد بعد الساعه 2 او بعد الساعه 3. لما اجي ازوره يفضل عدم اصطحاب الاطفال الصغيره، اطفال مثلا عندها سنة ونص، سنتين، سنتين ونص، هيعملوا مشاكل كبيرة جدا أثناء الزيارة، بمعنى إن ممكن يخبطوا في حاجة، في فازة، في موبايل، في المهم يحركوا حاجة، يوقعوا حاجة، مية، كلام من ده، يكسروا إزاز، كلام من ده. فيستحسن لو في أطفال صغيرين إن أنا أوديهم لأي حد قبل ميعاد الزيارة. إنما لو في أطفال مثلا 8 سنوات و10 سنوات و6 سنوات و5 سنوات أصطحب، لأن هقدر أتحكم فيهم أثناء الزيارة. يبقى أول حاجة إن أنا ما حاولش أخد أطفال صغيرين أثناء الزيارة. تاني حاجة لما أروح ما حاولش أصطحب الحيوانات الأليفة. هيجي واحد يقول لي يا عم أنا من الفلاحين أولا وعشت طول عمر حياتي في الفلاحين، ولكن أنا بتكلم، إحنا النهاردة بنتكلم في عالم السوشيال ميديا أو في عالم الفضاء أو في الإنترنت، فإحنا ما بنخاطبش فئة معينة. في لما انت تبقى عندك قط شيرازي ايراني او قط سيامي او كلب لولي او كلب حتى بلاك جاك او كلب رود، كلاب من اللي هو جيرماني، الكلاب الوحش دي وولف، يعني ما تاخدوش ورايح بيه وتقول له لا اصل انا ما اقدرش استغنى عنه، يبقى ما هتصرخل. في ناس ممكن يجيها فوبيا الحيوانات وتصوت وتصرخ او هستيريا او يجيها، او ممكن الناس ترمي نفسها من البرنده. يبقى ما عدم اصطحاب الحيوانات سواء أليفة أو حيوانات من اللي هي الشرسة الكبيرة دي. اتنين، مدة الزيارة. انت لما تروح تزور انت ممكن هو عايز يغديك او كده او كلام من ده، بس ما تفرضش نفسك، مش تقول انا جاي النهاردة ولازم اتغدى عندكم او اتعشى عندكم. لا، انت بعد الزيارة ب15 دقيقة ب20 دقيقة تقول له شكرا وفرصة سعيدة ان انا، يقول لك لا والله العظيم ما انت ماشي، احنا عاملين حسابك في الاكل. احنا تقول له والله انا لا والله ما انت ماشي، تحس ان هو بيمسك فيك جامد بناء عليه تقعد. بالفرض بقى هو قعدك في المكان ده، ان قعدك في المكان ده ما تتحركش منه، ما تتحركش منه. ليه؟ لان ما ربما اللي انت لو اتحركت في الكنبة التانية او في الكرسي التاني تجرح حاجة هو مش عايزك تشوفها، ممكن تجرح اي شيء، تواليت حمام، حد داخل الحمام، حد طالع من الحمام، حد في اوضه النوم، حد طالع من اوضه النوم. فهو قعدك في المكان اللي ما فيش جرح، خلاص تلتزم بيه وتقعد بيه. حاجه تانية، لو عايز تعمل حمام يعني تواليت، عايز تروح التواليت بقدر الامكان ما تروحش، بقدر الامكان لو تقدر تتحكم في نفسك الفتره اللي انت متضايف فيها خلاص. ليه؟ لان ممكن يبقى فيه في التواليت بعض الاسرار او الحاجات اللي جنب الغساله او بجوار الغساله وهتتغسل، وهو مش عايزك تطلع عليها، وخاصه لو كانت حاجات تخص السيدات. يبقى انت غلط كبير جدا ان انت تقول له انا عايز اخش التواليت. ولكن افرض بقى يا سيدي خلاص وحكمت وانتهى والكلام ده، خلاص ما قدر الله وما شاء فعل، خلاص اروح اعمل حمام وخلاص، يبقى يعني حاجه قدر يعني زي ما بيقولوا. الحاجة التانية، لازم وانت رايح تاخد حاجة معاك، خاصة لو انت من الفلاحين. بالنسبة للحضر بياخدوا مثلا ورد، بياخدوا دستة جاتوه، بياخدوا شكلة. احنا بقى في الفلاحين ايه، هاتوا 5 6 فطاير مش التتين وخدوا قدهم له، شوية عيش من اللي هو المرحرح، شوية رقاق، شوية جبنة، جبنة قديمة كده ومتحدق فيها قشر سفندي على شويه كرومب وفيها مرته كده وشكلها حلو. خد له معاك شويه مرته، شويه قشطه،
شاية سمنة، كل الحاجات دي هو بيفرح بها، او اي حاجة. خد له برامين نعملهم في الفرن، في خصل وعندك فرن فلاحي حلو كده ماشي، بحطب الذرة ولا بحطب الجوافة ولا بحطب البرتقال، وتكون فيهم مثلا شد بطاية ولا جوزين حمام، هو هيفرح بالحاجات دي اوي. كده احنا وصلنا لشيء ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. انا هنوع بقى الفيديوهات، هتبقى عن حاجات كتير، عن العنوسة، عن الاختلاط، عن تدخين المرأة، في حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها، المرأة المدخنة وهكذا. ان شاء الله دي سلسلة من ضمن السلاسل اللي احنا هنعملوها على طول. تحياتي ليكم، وسعدت بالفترة اللي انا كنت متواجد معهم، يا رب ما اكونش ضيف تقيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.